جدوا في السعي لدنياكم وآخرتكم. شو معنى شاب؟ شو معنى قوي؟ شو معنى جلد؟ شو معنى صاحب همة؟ يعني مشان يلعب شدة ويفوز علينا كلياتنا؟ شو قيمة إنك تطلع أنت أكبر لعيب شدة؟ شو القيمة إذا أنت بتعرف كل الألعاب وصلاً لأعلى المستويات بالببجي وبالأرض السعيدة وبالمزرعة الطويلة والعريضة؟ شو يعني؟ هذا يعني أنك أكبر واحد مضيع للوقت. لما بتقلي أنا وصلت أعلى رتبة ببجي، إذن أنت أكبر واحد مضيع للوقت. يا حرام، قتلت وقتك وقتلت وجودك وقتلت كيانك. بدك تنهض أصلاً، هذا هو سبب بلاء هذه الأمة وسقوط هذه الأمة، أن ينصرف أصحاب العزائم فيها إلى اللعب، إلى اللهو، إلى المضيعة للأوقات. خير إن شاء الله، أنا أريد أن ألعب، بس عندما أتعب من العمل، عندما يتعبني العمل أنا سألعب لأستريح لأعود إلى العمل مرة جديدة. إذا أردتم يا شباب أن تنهض هذه الأمة، مطلوب منك أن تجد في السعي لخيري الدنيا والآخرة. اجتهدوا في العمل، ثابروا على العلم، حافظوا على أوراد الليل والنهار، واصلوا كلال الليل بكلال النهار. ما بدنا نروح بعيد، هذا إمام مسجدكم الشيخ محمد حمود، معه 3 شهادات جامعيات، هو مهندس، هو خريج كلية دعوة إسلامية، هو خريج أدب عربي. هلا هذا الكلام أنا متعمد أن أتكلم به، مشان ما يجي واحد بيناتكم سجل بكلية يقول أنا رسبت بمادة. يا شباب لا ترضوا أنكم تكونوا هيك خوارين، انهزاميين، ضعفاء. أنت يا أخي قوي، ونحن بدنا ننهض بك، فأنت دورك أن تجد في السعي لتحصيل دنياك وآخرتك. وهكذا الأمثلة كثيرة الحمد لله فيكم، مين اللي بيشتغل وبيدرس وبيعمل دورات وبينال رتب، والحمد لله فيكم ماجستيرات ودكتوراهات وعم بيحصلوا كليات تانية، وبفضل الله اللي صار فيه من الأخوة اللي قاعدين هون كليتين وثلاثة، هذا شيء ممتاز. نحن بكم ننهض، هيك ننهض نحن. والله دوبك دوبك يا أخ 50-60 سنة تشتغل وتحصل رتب عاليات وتمضي من هذه الحياة وتحصل عند الله تعالى رتبا. طبعا نحن نريد أن نرتاح من أجل أن نقوى إلى العمل، نريد أن نلهو من أجل أن نزداد إقبالا على العمل، فحتى اللهو تبعنا مشان يخدم العمل الذي وجدنا من أجله. فنصيحة يا شباب ويا رجال، جدوا واجتهدوا في السعي لدنياكم وأخراكم.